ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنجرب مع بعض كنافه ايتوال. ايتوال عملت كنافه. واتمنى تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوا قناتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. ادي الكنافه، انا طلبتها دليفري ساعه وربع جالي، والغريبه انه كان من غير مصاريف شحن كمان جايالي كده. انا اللي كانت بتكلمني طلبت منها كل الاصناف الجديده اللي عندها، بس هي قالت لي ما عندهاش غير الاربع اصناف دول اللي موجودين، اللي هو مانجا وبلح وشوكولاته ولوتس، بسكوت لوتس. فقلت لها تمام، اساسا انا ما كنتش عايزه دول، يعني كانت انا في تورتايا كده شكلها كان حلو قوي، كانت هي دي اللي انا كنت عايزاها ودي اللي انا كنت متصلة علشانها، بس للاسف قالت لي خلصت. فقلت بس قالت لي في مكانها دول، فقلت لها طب تمام اديني كل حاجه، لان هي كانت اساسا برضو التورته كانت هي عباره عن الاربع اصناف دول مع بعض، تورته كنافه برضو. نفتحهم بقى مع بعض اهم. بعد ما فتحناهم هم عاملين شكلها حلو قوي، يعني عباره عن فانوس صغنن كده، فشكلهم حلو قوي. وبالنسبة للأسعار هما كلهم سعر واحد ما عدا ايه؟ ما عدا البسكوت، بسكوت اللوتس هي أغلى، هي ب35 الكل ب25. عايزين بقى نجربهم مع بعض. أول حاجة المانجا، بسم الله الرحمن الرحيم. هي المانجا حلوة قوي، خفيفة بالنسبة للي بيحب الحاجة مش مسكرة قوي، حلوة سكرها مظبوط. لو هناخد الطبقات بالترتيب، اول حاجة المانجا طازة مش كومبوت، ولكن هي مشكلتها ان هي مش مسكرة، ولكن طبقة الكريمة اللي تحتيها شوية موازنة الطعم، يعني مخلياه مانجا طعمها حلو، والكريمة كمان حلوة قوي خفيفة، مش كريمة كريم شانتي، لا يعني كريمة حلوة اللي ممكن تكون كريمة حلويات. والفانوس طبقات، اول طبقة مانجا، تانية كريمة كنافة، كريمة كنافة، كريمة مانجا. لما وصلت للطبقة اللي تحت، طبقة المانجا اللي تحت هو عبارة عن عصير مانجا، فهم مظبطين السكر فيه، فلا طعمها حلو بصراحة. كنافة مانجا غطست في بولا. تاني حاجة بقى ندخل على النوتيلا نتذوقها بقى. النوتيلا حلو قوي، ومكترين الشوكولاته جدا، فمقللين الكريمه شويه علشان ما يبقى، يعني يبقى فيه توازن في الطعم. وهي فعلا نوتيلا بترتيب الفانوس كده زي ما هم حاطينه، حاطين بندق متقشر بندقتين، وبعدين نوتيلا، وبعدين طبقه كريمه، وبعدين كنافه، وبعدين نوتيلا كريمه كنافة نوتيلا كريمة. بس الطبقات دي كلها، يعني انا بحط المعلقة، انا بحب ان انا لما اجي اكل اوصل للاخر عشان اشوف بالظبط التست بتاع الصف كله عامل ازاي. خفيفة وطعمها مش بيجزع النفس، يعني انا ممكن اكلها كلها عادي واكل معاها المانجا، وهاكل برضو التانيين عادي، يعني طعمها مش بيجزع النفس. ونشوف الباقي ولا نوتيلا لا درجة اولى. نجرب بقى مع بعض بسكوت اللوتس. يلا بقى نتذوق كنافه باللوتس. هي المفروض تبقى كنافه باللوتس والقرفه. اكتر طعم طاغي على الكنافه او الفانوس ده كله البسكوت، وطعم القرفه اللي موجوده في الصوص اللي ما بين الكريمه والكنافه. نمشي برده من اول بالترتيب. اول حاجه في طبقه بسكوت من هنا، هي مش متكرره تاني طول العلبه، او ممكن تحت بحاجة بسيطة، لا مش متكررة تحت، اللي تحت اللي هو الصوص اللي بالقرفة، طبقة البسكوت دي، وبعديها صوص هو طعمه حلو قوي قوي، صوص بالقرفة او صوص القرفة، وبعدين كريمة، وبعدين الكنافة، وبعدين كريمة، وبعدين الصوص اللي هو بطعم القرفة. فالفانوس ده الطعم المسيطر فيه طعم القرفة، يعني اللي بيحب القرفة هيحبها جدا وهيستمتع بيه جدا. اخر حاجه معايا البلح. نتذوقه بقى. ترتيب فانوس البلح من فوق، اول حاجه دبس التمر، وبعدين الطبقه الصوص اللي هو بالقرفه، وبعديها طبقه كريمه، وبعدين وممكن على فكره ده السبب اللي مديها التقل، ان فيها ثلاث طبقات من فوق بعض كريمي، يعني كريمه وبعدين صوص تاني بالقرفه، وبعدين دبس التمر اللي هو اساسا لوحده بيبقى تقيل،
وبعدين كنافه وبعدين كريمه وكنافه وبعدين تاني ترتيب الثلاث صوصات بس على اكتر يعني كميات اكتر. فبالنسبه للتمر هي تقيله شويه وكمان دبس التمر اللي من فوق مش بيحبني، ولكن لو حد بيحب دبس التمر مع طعم القرفه هيحبها قوي برضو. وتقييمي ليهم بعد ما دقتهم هما الاربعه من وجهه نظري المتواضعه، اول حاجه المانجا هديها 9/10، النوتيلا 8/10، اللوتس 8/10، البلح 7/10، وده طبعا من وجهه نظري، ممكن حد يجرب يختلف معايا او يتفق معايا في الراي، وده كله هيرجع لاختلاف الاذواق. وفي نهايه الفيديو اتمنى يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.